كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وقيد المجلس رقم 27 من مجالس شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة اليوم نشرع في مسألة جديدة إناد مسألة المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر نظرة اللغة تاج الدين السبكي لغة صعبة جدا ولكن نفتتها نشرحها كلمة كلمة إن شاء الله تعالى وكل شيء يتضح أدي هدر في المعرب ثورة السؤال مطروح أهل طارة ركزوا معايا القرآن الكريم نزلت استعرف كومبلي كاملا نغ لنت الكلمات أصلها ليست عربية ولكنها عربت أصلها فارسي أصلها حبشي سؤال مطروح ديون السؤال سقرشنت مسناون أكا مثلا كلمة مشكات أهل طار الكلمة يجي في اللغة ذي لسان العرب في اللغة ذي تعرف إمزورة والكلمة زرق المرجع لغة العرب أنو غال الشعر الجاهلي أنو غال الأدب الجاهلي وقال إسم سلاين تعرف ثقورانت أم لكون سمحتي قبيلي أفلحني نغتفلحتني بذرار إقتسم سلاين تقذيليث أخير النغ نكوني أكلا ماشي فقذيليث استخدم خطر مادا موري السينار اللغة النظام إسن كان تقذيليث صافي لا ترمينولوجي المصطلحات تقذيليث 100% إزما دي هضري ديك الساعة ساعتين ستقذيليث نكوني لا ثعراف ثروميث خلضياك أكلا ماشي خطر أي غرب بيسك سعيد لاريشيس سعيد اللغة اللغات ميث حصلوا أد كونفوكيض أول شفا ما سنمي كنت دنيا وين أكين يهضر نستعرف تزيري ذا أسيني كنت نسوق الطوموبيل درت لا فيتاس ديرابيت للفوسي جاو لي بومبي داو لي السبيطار داروا لي السيروم ولا يفهم اللغه يا سوى الجزائر فكي تعرف تاكي تقبايلي تارم شكتوك تخلط في كره تفضل شحال لغات دوك انت واكني ولكن ما لا يوني تمسلي استقبايلي هذه تمسلي تقبايلي المصطلحات اديني ازايلو ذا زايلو فهميت ما تجيف اديني ثوسا ثوسا فهميت ما تجيت اديني ثفانتا فهميت نغجيت أكا سقفيلي تقوران والسلام ولكن ما إلا يسعى تصن اللغة غادي يسخلط أكي ليسونسيال الميساج هذه وضو خلاص أكا ثور نهضر ياكو نهضر نتمسفان من سيري مديا سواس ديان دا ما نتمسلي ثقفيلي إلا قال مسلي ثقفيلي ما نتمسلي ثعرفت ما نتمسلي ثعرفت ذاك ولكن ذا ثورة ما نغلغ القرآن الكريم ربي يستخدم ذي القرآن يستخدم كلمة مشكات يستخدم كلمة استبرق يستخدم كلمة سندس السؤال مطروح يريم السنة ونهي قرن لن أكثر من 30
لانه كيدينا المذهب الاول دقارن باللي القران الكريم يبيد الكلمات ماشي تعرف ذي لاصليس ديك زورانيس وبعدين عربها فصارت عربيه تخضع لاحكام اللغه العربيه. المعنيس القران يبيد مسلاين ماشي تعرف ذيك زوران في الاصول. وكي مذهب الى المذهب بنظام ديقار خاطئ. الديقار ربي ناد بلسان عربي مبين ويناد انا انزلناه. نعطي لكم سؤال سمحتي السلام من قال الايات المتشابهه يا غكا مثلا دي ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. وين جايه هذه الايه؟ الانبياء سوره الانبياء الايه 92 الايه النظام وهلا قريتي في البدايه نعم. إن هذه أمتكم خطأ. وأن يخص الواو. وأن ورش يا حفص وإن إيه عاسمانيك يا ركز مليح صافي ثم زوالو ثني سورة الأنبياء الآية 92 ربي ناد إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. من سورة المؤمنون الآية 52 وأن ذي ورش وإن ذي حفص صافي ذي الآية زيادة الواو وإننا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ثم زور فاعبدون ثم قالوث فاتقون. معناتها الإنسان كي يقرأ الآيات المتشابهة لقد كونسونطري مليح مولاش الصروح ها سورة النغالة الآية تجيب وسجين حواج إنا أنزلناه عون فيه إنا أنزلناه قرآنا عربيا أو تزيغ الآية شوفا تجيب وكذلك هذا ركزوا معايا ثلاثة الآية إنا أنزلناه قرآنا عربيا ثلاثة الآية نظن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. ذا شو الفرق يا ثم زورت في سناث ثم زورت إنا في سناث وكذلك إذا الآية في سناث وكذلك أنزلناه قرآن عربية ثلا الآية نظن شوفا ثاني ورسي دياف إنا جعلناه قرآنا عربيا صافي ميلو ترك الزدارة مستحيل تصريف ذاك الروح أتصغل سور ثورا نفهم صافي الصيغة الأولى إنا أنزلناه قرآنا عربيا الصيغة الثانية وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الصيغة الثالثة إنا جعلناه قرآنا عربيا. السؤال الثاني هويت الصورتين ندلت المرحلة الثانية يا أخي ندى نحفظ الآيات بأرقامها بصورها وأرقامها عون فيت يلا ثم زور اثنين إنا أنزلناه قرآنا عربيا ندوسا سورة يوسف الآية الثانية إنا أنزلناه قرآنا عربيا ذي سورة يوسف الآية الثانية أدنوي نشوف الغرس مليح وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا سورة سول تسكن لا لا سورة طه سورة طه الآية 113 الآية 113
اللغه الايانين يظن في ناس نتين يظن هذا ان جعلناه قرانا عربيا عند الدوسا فسد مره واحده ثاني ذي سوره الزخرف الايه الثالثه صافي ذي المخنض في الصيغه إنا أنزلناه قرآن عربيا زند يوسف وبعدين وكذلك أنزلناه قرآن عربيا لسورة بعدين سورة الرعد ثم إنا جعلناه قرآن عربيا سورة الزخرف في الآية الثالثة في الآية دينان في كونفيرمي ثم كذا شو دينان ذاكي مع القرآن استعرف بلسان عربي مبين أكيد دينا ربي سبحانه إليك صافي القرآن أجي انزل استعرفت حيرنا بلسان عربي مبين معناه هذه الآية تؤكد مع غيرها عربية القرآن أنت تدوس الآية ثانكاروث سورة الشعراء رقم الآية 195 نمس فهم الإمام الشافعي كما في كتابه الرسالة والرسالة أول كتاب ظهر في علم الأصول الإمام الشافعي هذا رضي ربي في الناس بالمناسبة الإمام الشافعي هذا ما نفذر يثيد قال لك نفذر سل خير أسمي بضع سبع سنين يحفظ القرآن أسمي بضع عشر سنين يحفظ الموطأ يغردنا غوليكي قصد باش أنظر الموطأ إزوار إزوار كل كتبك ليس كذلك كتب السنن كتب الصحاح الشافعي الذي توفي سنة 205 الهجرة الشافعي إنك حفظت القرآن سبع سنين وعمره سبع سنوات إنك حفظ الموطأ هو الذي يقول موطأ الإمام مالك شيخه يعني الإمام مالك هو شيخ الإمام الشافعي إنك حفظت وعمري عشر سنوات ولذ كان زيه عشر سنوات هذا هو الإمام الشافعي نتسيند القرآن عربي عربي إنه والكلم يبدل الأدلة في قوم الإسلام ومشى ننسى لن وياه يدينان بالقرآن انتصروا لعربية القرآن ما عدا في الأعلام الأعلام لا أسماء الأعلام هذه ممكن تكون أسماء ماشي عربية أصيلة ولكن أوردها القرآن الكريم أوردها القرآن الكريم باش ما نطولش أعود إلى المتن مسألة المعرب لفظ غير علم شوفوا اللغة التجريد من السبكي غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم لأن شي ممسلين ورسينا راني زورا دي تعرف وهناك علاقة بين اللغات علاقة أخذ وعطاء لكل استقبالي مرد مثلا البحر استعرف اسم البحر الدنيا غير مثلا ما تعرف نسقفي في تمزور تقرا كان بيتمشى في المليح البحر البحر الحيض الحائط الشجرة الشجرة الضوء ثمطوث الطمث زعما توك داويغ ألف كلمة ألف كلمة نغا أكثر أنت تعرف السؤال المطروح أنا ميسام زوالو إذا مزوالو أكدي ثورة ثاسي هرانت ثاسي غرانت بون زرو تفهم مرة بورتون استقبلت الهضرة أما كتهضر صافي كيدير إصطمت لاغط لاصت تعرف في دنيا مي إذا زرو تفهم مرة خطر في اللغة هذه لا مستويات تفضل اللغات اللغات لذلك لن تخصصات اللغة يون سبيسياليست يعني اكسبير ديال اللغة يتسندي في زوران في زوران المصطلحات يروح في زوران ثنتي دي جفد تفضل الا الاشتقاق نهضر في كلتني عدان نهضر الاشتقاق الاصغر الاشتقاق الاكبر نهضر في النحت ديال اللغة العربية ذكرنا كل ذلك خطر هذه المعلومات التي ذكرتها جدين سبكي مهمة لماذا؟ لأنه الرجل الأصولي يعني عالم الأصول لازم يكون عنده قاعدة لغوية
مثلا الإمام الشافعي هو أول من وضع كتاب الأصول اللي هو الرسالة كما قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة في طبعة من طبعات المقدمة في الصفحة 815-816 إليه ولما أصبحت العلوم فنونا أي تخصصات قالك ظهر علم الأصول وأول من وضع قواعد الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. الإمام الشافعي قبل ذيلي ذا أصولي نغذ الفقه إلا ذا لغوي يسنت عرف مليح يسنت عرف ذا حداد بوال لكن قرص قبيلي وليت سمسلين تقبيلي مليح قرص حداد بوال. لذلك نغمد الشافعي ونوسى يهلك يهلك ثوفا يدين تمغارت يسأل الله أن يشفيك ظلم معنى يشفيك يقول معنى يساور تحلوظ معنى يساور تحلوظ إن شاء الله تحلوظ خطرة يستخدم كلمة يو الناس يو بالضمة إنسان المفرد يشفيك يشفيك فعل ثلاثي ولكن يشفيك رباعي المعنى مختلف تماما ليس كذلك. ثلاثة شو نظرتك قلتني عدن والليل إذا عسعس كلمة عسعسا أتفهم معنى أقبل معنى أدبر صافي روح كان استوي اسمي سلا الشافعي ولكي يضرب لي ثم غارث مسكين تسعى النية تبغى يس الشفاء تبغى ذي حلو ولكن يلسيس ودينا راه حلو ودي قراص تقرا وتحلوظ امشي كخدم الشافعي ان يسال اللهم استجب لقلبها لا للسانها قل كان ان يسال ربي استجب لي قلبي وليس خاطر يزال وليس سعى النيه باش هذا تيشفوا ربي ماشي للسانها. هذا هو الامام الشافعي سي ثمزيس اما كان الدنيا يحفظ القران 7 سنين يحفظ الموطأ 10 سنين من بعد يحطر في جمايع يحطر ذي الجماعف شو الجماعة فيك حطار نكون ناد القبائل الشياقي نفرح يس فالجماعة حطرني مش طاح حفظان هذا رفذن هذا رفذن تقبيلي هذا رفذن في الرجزة هذا رفذن الميزان أليس كذلك ما روح أنت في الجمويا هذا غير صر بك أنا ذي روح كلش نتسادي الوقت اللي تحضر وكذا الجماعة ذا شو مدرسة أهل الحديث يحطر يسن مدرسة أهل الرأي يحتر يلسن مدرسة أهل الحديث مقرها في المدينة في الحجاز مدرسة أهل الرأي مقرها في العراق ويحضر مين من المناظرات لي كونفرونتاسيون لي ديبا اكتيلين بين مدرستين شهيرتين مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث وهي عامل أساس من العوامل في الصوضا باش يدي سفغ علم الأصول نعم كل حاجة ساي زوران يلا ثورة أدنوغا الموضوع ركزوا معايا خوتي ذا شو دينا المصنف إن الدول ليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر يصير حاسد كانك جامد فهم هذا يبغى ديني تجدين سبكي أنا انتصرت للمذهب الذي يقول بعربية القرآن معناه كاين شي قارئ كاين وقيد الرأي وقيد الرأي نمس فهم وفاقا للشافعي يعني يوفق الإمام الشافعي الذي يقول بعربية القرآن يدوى ابن جرير مقصود به ابن جرير الطبري والأكثر إيه مدينة والأكثر معنى فهم يا الفهم أدفن كل علماء وياض السيسن الإمام الجويني السيسن الإمام الباجي السيسن الإمام ابن تيمية السيسن الإمام الجويني ما كدنا إمام الحرمين صاحب الورقات إلى آخره مدينة والأكثر يعني أكثر الأصوليين يقولون بعربية القرآن نغد ثورة نكوني ما دنو غالي يرث قفالي تعرف وكذي إلى آخره إذا قادر وسقردش وسقردش أن ذبع أزار كل أول ذبع أزاريس أديب وير اللغات إذن اللغات إلا علاقة الأخذ والعطاء وهذا ليس عيبا ماشي ذي العيب ماشي ذي العيب يكمل ثورة دي قرب مسألة
اللفظ إما حقيقة أو مجاز. يغال دي المسألة أخرى مهمة، الحقيقة والمجاز. ركزوا معايا. مردين يضا سمحتي إزم الأسد ذا شو تفهم؟ لا لا، إزم الأسد معنى الحيوان المفترس. ما نهضر ساكس تقبيلي حيني غير إزم المعنى يس الحقيقة، المعنى الحقيقي كلمة إزم المعنى الحيوان المفترس. وني وعرنا كنين بالمناسبة استقبالي في قرن سيزم بون ستعرف إما دينيض الأسد إما دينيض الليث. نهضر هذا السمي في اللفظ المشترك، تعدد اللفظ مع وحدة المعنى. نهضر في الأسئلة المسألة مهمة جدا، أليس كذلك؟ تعدد اللفظ، ألفاظ متعددة مع وحدة المعنى، معنى واحد. ما ردي نظر الأسد ذيزم، إما ردي نظر الليث ذيزم. لذلك المتنبي مدينة إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، يقصد ذيزم نكمة ولاظ أغلان جيزم سقرأيت صدصا. وإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. صافي ذاك تعدد الألفاظ مع وحدة المعنى. إلا واندا تعدد الألفاظ مع تعدد المعنى. فكر ذا الميثاس نعيود كان سقذيليف. إلا ذا ثيكوال تعدد اللفظ مع وحدة مع اختلاف المعنى. وحدة اللفظ مع تعدد المعنى. وحدة اللفظ وريه دياوين يفقع يفقع يوم بوال ذقع الزون يفقع يزعف يثيزي وزو يفقع معناه يقاز سيارة ثيزي وزو كان مخلف. أول ذيون وحدة اللفظ مع تعدد المعنى. قاعزوي المين ياكل الفلاني يفقع في اللاس المعنى يس يرفع يزعف يعني غضب عليه يثيزي وزوالا يفقع المعنى يس يقال. صافي اللفظ واحد المعنى مختلف. وجيك مخلظا إذن ما ينظر الأسد نغيزم المعنى الحقيقي ذيزم الحيوان المفترس. المعنى المجازي المعنى المجازي الشجاعة. ما دي نظر عمر أسد عمر ذيزم ذي الكرة أجدي الشجاعة مغلا تشبيهم أدي نظر تيجديث نقرأ ولا تيجديث ماشي تيجديث ماشي ذا صغار. المعنى المجازي ذا شوف ذا نساتي نساس بخام فهميت يا أخي فهم من المعنى هم تطيع جديد دي من درجة كين الفلاني دار دار المعنى يسي سويش في عندك كان ما دي نظر البحر بحر البحر المعنى الحقيقي ذا البحر ذا معنى يتوسم. ما دي فلان تبحر ذي العلوم تعمق في العلوم صح صدر يوث النكتة وكنت دينير تلطيف من الجو إيوني حكات سيدنسا حكات سيدنسا ذي المدينة من وراء إنك ظلم ذي الحج الغشي قضاعن تصيق قضاعن يعني بس وعظي وإن الحبي بيريس إذا وجيو قال بيردي يبيردي يضاع وقد يحكوا شيء قار ولا غيون بمغار عقل أخثي إما ذات زيري إما ذا مروكي إما ذا تونسي يشوفه يعني إنك نغس يا الفلاني وقيل تبحرت. ما معنى تبحرت استعرف بيردي ضاعت أينك زيغ ليغ داك ديون العالم ذا القرآن يهدرس الفصيح إنيس في أي فن من الفنون يا ولدي المعنى يس إن كيني بحرون ذو البحر ذي ثموسني
إن سا شو سبيسياليتي إن إيش نغاس ذن شيء تبحرت إنك تبحرت سلمعنا شيء تبحرت سلمعنا نغلا الإمام السيوطي مدي يضرب في ماس يقار تبحرت يعني الساعة مش ثم قرآن في علوم كثيرة أئمة يعني الحفاظ كبار العلماء مريحين فلان تبحر في علم الفقه وفي التفسير وفي علم اللغة وفي علم الأصول المعنيس ذلبحر ذي ثمسني وقد قالها شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت حسان بن ثابت نيس لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء ايش نفهم دي قاري السيو ما ينتقد عسيماني صارم وبحري يقصد ماشي ذي البحريس اش يقصد داكي شعره يقصد شعره باش يدير الشعر نوع عميق وبحري لا تكدره الدلاء الدلاء مفرد دل أفيذون يقول ما يروح البحر أدي الدمامان إسكو سوفيذون أدي سلغ البحر وش زميرا لا ديجا الفافور ولي الزمير يسلغ البحر ليس كذلك شو نفهم ذاك المعنى كينا يعني العمق نفس فهم يلا إذن ذا شو دينا المصنف اللفظ إما حقيقة أو مجاز فهمتوا المجاز؟ صحيح دور مين بيار ناصر الفني والهارد الفحر المعنى سوري الفويرة بسهولة بروفوكي ثا كنت بغير باش الهارد الفحر نقرأ ولا قصد قبين غلا إلا ويض تسارقة تسانيض كان أكلا ماشي لك ركزوا معي الحقيقة والمجاز من أراد التفصيل فليعود إلى كتاب الورقات وقيك هش نهار غيفك ربي تغزل العمر إن شاء الله أثنى شرح وجه كتاب عظيم اسمي سيدة واليس الورقات ويسي خذمن يخذمث إمام الحرمين أبو المعالي الجويني يهضر في مسألة الحقيقة والمجاز ذي الصفحة 111 وما بعدها يرني غدي ما ينظن الدقار في الحقيقة في كيف أقسم الحقيقة والحقيقة قد تكون لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية نغلا مرحيني مثلا حجة يتعرف في اللغة العربية حجة معنى قصدة المعنى الشرعي حجة يحج ليس كذلك في كل المعنى العرفي أستخنض الخير ثم غارف يقول الله أرث حجة الدمي حجة دي أكان قرأي حجة ذكس تخنضص الخير في كل قرص خير ما حجة في كل أغيث فاكي شطح ديرابي شوي خير ما حجة نسى كل حاجة يكون كاريس وخلاص حجديس ذا شو المعنى ذا معنى عرفين غلا وقي الورقات يهضرت في اللاس يهضرت في الحقيقة وبعدين يهضرت في المجاز وبعدين يهضرت أقسام الحقيقة وقال في الصفحة 111 وما بعدها الحقيقة لغوية شرعية عرفية ما شاء الله كلمة الدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض أم نكني أم مزقر مثفوناس أم عوذي أم مثوطوف قاع كلنا كيف وقال المعنى اللغوي إيه المعنى العرفي إيه المعنى مفهوم كل حاجة تسعى المعنى الولد إخي نهضرت في الولد الولد المعنى اللغوي أقششت المعنى اللغوي المعنى الشرعي أقششت ربي يوصيكم الله في أولادكم للذاكر في أولادكم
الذكر مثل حظ الأنثيين. المعنى العرفي لا لا، العرفي الولد ذقشيش وفلات ثقشيش قرنص ثقشيش البنت. اللحم اللحم المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. ذاك سمو يازيضنا، ذاك سمو بوثولنا، ذاك سمو نلحوث، ذاك سمو ذاك سمو بزقر. المعنى العرفي ماشي دوان. لو كان كاين يوان عارضه كاك شتغاك سوم ان تفض الحوث استنى ذاك شني شني ضي ذاك سمو في غد الحوث. ذاك مخلف مالا يزمر يسفه ولا كاو، ولكن دينا رفيفت. لو كان صوت القران ربي ناد الحمام طريه مشي كسمى الحوث اللي ياك دي تفونسي البحر يسميه الحمام الطريه صافي في اللحظه. لذلك العرف العرف يسعى القيمه في درس النظم الشرعي. سمحت لي دين غوال شويه دقيق وعميق فعرفيت ثلا يثذرين اكثر تمذينين ايه باش نسفان يولي عاشت الحياه يسكوي تمذينت وري فيما كنت عرفيت تيكولا التيرين فلاك فلان غيك باسكو السينار تعرفين اش بكم نتوما مازالكم مع الاعراف وكذا. اللي ونسي الاخوه تاعي يحضر يا رانا هنا شي ما يروح الجزائر يعاش دينا اكور اديو ولا يديروا كلش اكور اكور يعاش يتدارت ما شاء الله 60 سنه 50 سنه 40 سنه هذه روح الجزائر العاصمه اكور اش ديو غير دويض نظنك شنو شو تعرف في تاعي شو مشكله. لذلك ما إلا نسنت شرعيف بإذن الله نسم خلفها أو على الأقل تضيق دائرة الاختلاف. خطر عندنا علم شريعة أعراف دراية بالأعراف والعرف معتبر شرعا. العرف هو ما أصوليا وما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل. وثيك ولي ودينا غادي غير الشريعه اللي غير ضاقصي ما كي تعرف يتاك. هنا يكمن الخلل. سيني القرايينك الصحراء والثفنا راه في الاساس. خاطر تغريض كاين الشريعه تقول ضاقصي مي راك غلطان. هي غردنا العلماء المعروف عرفا كالمشروط شرطا وربي القران يامر بالعرف. والقاعدة الفقهية العادة محكمة. طبعا هناك قواعد وهناك شروط وكاين تفاصيل في موضوع التعامل مع العرف. وبعدين هناك العرف والعرف القولي وهناك العرف العملي وهناك العرف الخاص وهناك العرف العام. فيه تفاصيل راهي في مباحث علم الأصول. الصفر في يدي. إذا صاحب الورقات تحدث عن هذه المسألة. زيد كاين الإمام البيضاوي منهاج الوصول إلى علم الأصول كتاب قيم جدا في الصفحة 74 للفصل السادس العنوان في الحقيقة والمجاز. وكي نماذج باش كيكون دينير ما نغال الكتب الأصول أن فيروج ذا مقران ذي تمسالكي ينسقر ذيش ذي الدرس بوساكي نغذي المجلس بوساكي. ثورة المسائل نظرة دقيقة أكثر ركزوا معايا. إن اللفظ إما حقيقة أو مجاز أكيد دين المصنف في نص النظم أو حقيقة ومجاز باعتبارين مشكلة يعارضها هو اللي قدينا. شو دي قرب باعتبارين المعنى يس مثلا ذي صورة الحج الآية 18 يسجدوا أيوة أقرأ شكرا. سورة الحج الآية 18 إذ ذاك ربي ذاك هم قور أم يطيج أم يثران أم المال كل شيء نسكياك. السؤال مطروح شو معنى السجود ذاك؟ يسعى المعنى الحقيقي يسعى المعنى المجازي ليس كذلك؟ سجودنا نحن نحن البشر ما معنى سجود نحن البشر؟ هو وضع الجبهة على الأرض
مرس يضيون السجد نمسفه نمسفه مرة ركع الركوع نفهميه السجود نفهميه الفرق يا رسل. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ما شاء الله كل حرز ربي كل جعل ربي ذذرهم إني ثامين يبعد في اللون لهمه صحيته كل صار وغرم غرم ضينا يلا تبع المليح. سجود البشر لله سجود حقيقي بمن وضع الجبع على الأرض، وسجود القمر والنجوم والشمس والحيوانات وكذا. الحيوان كاش نهار تورض زكار يسجد وكي معناه التذلل والخضوع. يونوري الزمار دي فاصيله من ربي يطيجان دي شرق مي فغا ربي مي فغا ربي وري الزمار سينا ساكي نو اساكو تشرق غارة يضا سينا سينا وغلي غارة ساكي وغلي غارة يطي ادي شرق مي فغا ربي وادي غلي مي فغا ربي يسجد يخضع يخضع لله. نمسفهم ذاك المخلف الغلب مخلف شو يقصد الامام ذاك تجد السبكي او حقيقه ومجاز باعتبارين. مثلا كلمه الصلاه يزمر يسوع المعنى اللغه والمعنى الشرعي. كلمه الصلاه معنى الدعاء اليس كذلك اتفقنا. سوره الفاتحه فيها الدعاء ما فيها الدعاء بدرس نقرا امين من فوق ولا الضالين امين معنى استجيب. ما هي اسماء سوره الفاتحه؟ الفاتحه الكافيه الشافيه الواقيه السبع المثاني ام الكتاب ام القران الكنز زيدوا هرنفت الصلاه من اسماء الفاتحه الصلاه. خطرت كل الامور المشهوره غنقيم كذي المشهوره تنروح في كل النبي نقلب. وهذه من فوائد الحلقات العلميه مع نتعمق في المسائل. لو كان ماشي في حلقه علميه ما نقولش هذا الكلام. فاتحه وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب اثرا. لكن فرصه نتعلم. سميت الصلاه خطر فيك الدعاء. اذا كلمه الصلاه إن الله وملائكته ثلاث صلاة الله صلاة الملائكة وصلاة الكلمة يوث ولكن المعنى يختلف ليس كذلك. إلى المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. إذن المفروض أقلق نمسفها مليح دا شو دي قار تجد السبكي أو حقيقة ومجاز باعتبارين يعني بالاعتبار بالاعتبار الشرعي والباعتبار اللغوي. ولكن مدينة ربي مثلا في سورة البقرة الآية 110 أقيموا الصلاة المعنى استظليت. مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس لا إله إلا محمد رسول الله بعد إقام الصلاة معنى استظليت. المقصود هذا الدعاء معنى استظليت وإن كان الدعاء مذكور مثلا في آية أخرى. ربي مدينة مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني الدعاء. أجيب دعوة الداعي الداعي إذا دعان الداعي إذا قال شو المعنى يس وين دعان عند دوس الآية سورة بقرة رقمها شكرا سد بعد آية الصيام سبحان الله سيدي يا ربي الآية 183 184 185 يجيك في الصيام ذي الآية 186 تسد الآية قوم يسلم الدعاء في إشارة معناتها مادام نظام ربي غادي يقبل الدعاء تصل معنا الخير ذا القرآن في غدا ربي يروج ذا القرآن تبعني مليح شفوك أنا شفو وجيبوا دعوة الداعي إذا دعان داعية قيل معناها يس وين دعان الداعي ديوسان في سورة النحل ادعوا الى سبيل ربي. اس كل معنى الدعاء ذاكي؟ لا المعنى الدعوه تدعو الى يعني سقر ديال الغشاء بريض ربي وكذا. ودعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وزما دعو ربي بالحكمه والموعظه لا يستقيم. الدعاء ذاكي المقصود دعوه الى الله. فكي سوره النحل الايه ممتاز.
سورة النحل الآية 125. نمسفة مجمعة الخير أو حقيقة ومجاز باعتبارين، المثورة والأمران منتفيان قبل الاستعمال. لا يمكن أن يوصف يعني لفظ بالحقيقة أو المجاز إلا بعد الاستعمال. مثل استخدمة إيفان نغالا ما دين عمر أسد، ثورا نفهم بلي عمر أسد، نفهم بلي ذي الكوراج وذي الشجاعة. ما ردين نظر ما كنا نظر في اللفظ المشترك تظهر من نظر لند العين أنا أظهر المعنيس إما تيط إما عين الحرف إما عين معنى الجاسوس إما عين معنى العين صار إما الحسوس. مما دين فلان عيناه عينه تذرف الدموع، تذرف المعنيس دين طاول. مما ردين تدفق الماء من العين، ذي العين صار مرس خدم ضرس فهم ضارة أذيبان دي السياق يتفان وسيجن استكاف إيش ودي خل ما قدر نغلا المعنى يستقبل يتفان وسيجن السيجن هذا سيجن الساحة استكاف يتكاف الهواء إلا وسيجن إلا من السارة بني ثوق يثن من سارة مين كون يستخدم أول جندر نظام مثل ضيونا بيبريكان يروح نسينا الغربة يون ينفع ويضي روح يبيردي كلش يجا تظليث يجا القرن يجا كلش لكنا مش قرن إمغار نزيه ما يروح يون أذيني لو ترمي قسنا في أخي أذيني معنى ذي سافر زيه حواج الفيزا مي الفيزا قمغارنا إن يكون واسو سنسين يسدو مزوارو نجمعني إمغار لناس كشيني روحت روحت نسمحك تروح ذو الغربة ويظن يظن ناس خط كشيني خط تروحو يرى ينتقدي هنا كيف غادي يفهم إن يسمك مزوارو تفكى ما ستريح ويسيو يستفكى مالا إن يسم زوارو ذان عمار هذه روح هذه تغرف وادي يوي الفايدة وادي يغال ويظا ذي روح ودي السغالة راه سيروح الديني سيروح كلش وفك ناس وكس ناس. إذن أدغال والأمران منتفيان قبل الاستعمال يعني لا يوصف اللفظ لا بالحقيقة ولا بالمجاز إلا بعد الاستعمال الصفر بعد شو دينا تجد السبكي قال المصنف رحمه الله ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا. شوف الله يبارك ثم هو يعني اللفظة محمول على عرف المخاطب أبدا إني يحمد ينطق أكند ينطق انظر تعرفي في سنتسا أم كيف كالعرف كيف أعطى العرف قيمة لا في اللغة أو في التمييز بين الحقيقة والمجاز بل حتى في معرفة دلالات الألفاظ. إيه ذين من العلماء أدقارا ويني غرانثة شرعي في لقد يسين تعرفيث نغاوند الإمام أحمد صاحب المسند إنذ من شروط المفتي أن يكون عارفا بأحوال الناس ورث زمير ضارة دفتوض مرس سنظارة عرفيف جمذانا ستساويل كان ذا شو دينا ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا. المخاطب قد يكون الشارع ربي سبحانه نعم ربي حينما يقول الصلاة المقصود بها صلاة ربي حينما يقول الحج المقصود بها الحج الحج ما شبه الحجنين فهم كوني استمغارة إنداجي أغي مغارة أخيني حج ذيك سكر لا ربي دي هضر عندي ما في وضع تعرفي ذي النظر في الله هارت حجر ديكس تخمضص الخير وكث حجر ديكس مع سعيد الله جهر مش المعنى يس أدين لك حجر ذي يلا ولمعنى العرفي ذي بعد شو دينا تبعني مليحة ماذا يقول المصنف ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه في كورد اللغة الصينية سنضوقي
جابونيتي كيهضر تتعرف. ففي الشرع الشرعي لانه عرفه المعنى في مجال الشريعه الالفاظ المستعمله هو اللفظ هو المعنى الشرعي الدلاله الشرعيه اخطر عرف الشريعه وذلك المعنى المقصود اليس كذلك؟ بعد شو دينا ثم العرفي العام ثم اللغوي يبغى ديني هات سن يمثل الحقيقة سيلي حقيقة شرعية دلالة اللفظ يمثل عرفية يمثل لغوية إلى آخر وعد. وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي وفي النفي الغزالي مجمل لا انتشار تفاصيل أتجاوزها. والآمدي اللغوي يفذر دقيش الدين الغزالي والآمدي وبعدين الغزالي نك مجمل في النفي وبعدين الآمدي نك في اللغة في طفل. أم بعد يغالي هضرة مسألة أخرى مهمة مسألة تعارض الحقيقة والمجاز تبعني مليح. إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز أيهما يقدم؟ هل الحقيقة المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي؟ نسى شو ديننا وغدينا شو الخلاف مباشرة وفي تعارض المجاز الراجح لغة في غاية العمق. إذا ديني إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز الغالب المشهور فالمجاز الغالب هو الراجح على الحقيقة فتصبح الحقيقة هي المرجوحة. هذا أمر غريب أمر غريب. المفروض الحقيقة هي الراجحة المعنى الحقيقي هو الراجح المجاز يسدن بعد ولكن دقي غادي تهقي مازال بعد نغلق القرآن وكذا السنة باش نفهم. لا يمكن كما قلت لكم يرن وأؤكد لا يمكن أن نفهم القرآن والحديث إلا فإذا فهمنا وأدركنا أسرار اللغة العربية مولاش لا يمكن مش لا يمكن اطلاقا. لذلك بعد ما نغلق النصوص القرآن والسنة في قادريك واش نتنسيو المعلومة ثقيلة نحويج من بعد مليح. إن وفي تعارض المجاز الراجح مباشرة والحقيقة المرجوحة والحقيقة المرجوحة أقوال إيه هرجو كان يمدنا أقوال معنى هناك مذاهب وأقوال. إن ثالثها المختار مجمل طريقة وقسيرة ميثودولوجي نسا استخدمت بليزيور فوا في كو دين رابعها في كو خامسها رحم بابك يا تاج الدين السبكي مرضي ثالثها ندنظر كوني فكرد اولها ثاني وبعدين ثالثها سي قرض برثي اخرين وين سي كونكليزيون سي سانتيز كي قارن كيني سي فغاما تزرم ذا شو زري روح تغرم هدف انا مسفهم سور انا مليل عرفت موسني. اما كنا غدي قار بطريقه غير مباشره روح تغرم في مسالكي باش تفهم مواليو. وقد قلت لكم سادتي ان كتاب جمع الجوامع هو خلاصة 100 كتاب في علم الأصول. لذلك جاءت لغته صعبة جدا ولكنها حلوة لطيفة. يهمل ثورة إذا قدمت في كذا شوية في دينارة ثورة أنت كنت شرحا ثلاثة أقوال قلنا القول الأولى دي قال اللفظ يحمل على الحقيقة. القول الثاني يحمل على المجاز الغالب. والقول الثالث وهو المختار أكيد إن ثالثها المختار مجمل معناه مجمل لمجمل للحقيقة والمجاز حسب السياق وهو الرأي الذي نراه منطقيا استيولوجيك ذاكي حسب السياق خطر في كوال المعنى الحقيقي هو المشهور في كوال المعنى المجازي هو المشهور. أولا قلت الناس القبايليت يجر نصفها معقول أنو إذا المشهور الحقيقة المجاز المجاز أكان مشاكل
مثلا يونسيون كني حرز ربي يخدم الخير ما شاء الله نكاسين استقبايليث تخدم الخير يير نصابه معقول وسني غير تخدم الخير نغاس يير نصابه معقول يير نفهم مي شوف غادي نير في غادي نير باللي الخير كي تخدم إلا ذك ذي ثواشولتي وكذا فهميد المعنى وهو مجاز الحقيقة إجر ماشي ننسي ذي إجر الصفا ماشي ننسي الصفا ولكن نستخدمي تستقبيلي مجازا يغل المعنى المجازي من الشهور أكثر من الحقيقي فهميد خط يتفان وسيهنا استكاث المعنى الحقيقي هسي هنا فكث الهواء وكذا وقيل الحقيقي مي يتوسنن ذي العرف ماشي ذوا ذي النظر هذي يروح يقول لك الدنيا ثورة يروح يقيم ذي مثلا ماشي ذا عمر تبانو سي هنا استكاث يجر نصابه معقول تفهمي المعنى جماعة الخير في كوال ذي المعنى المجاز لذلك الإمام تجد سبكينات ثالثها المختار مجمل يروح مباشرة يبوي ثالثها لا تجاوز بعض الأمور وثبوت حكم يمكن كونه مراد من خطاب إلى آخره ثم تجاوز بعض المسائل من بعد نبض هذه المسألة مهمة وهي مسألة الكناية غادي نهضر في الكناية ثل الكناية غما ذي ثاراف ثم ذي ثقفيلي ثم ذي اللغة النظم لا الكناية وطبعا ذي اللغة العربية ذي البلاغة لانت المحسنات ذي البيان ذي البديع لا هكا يا خو المتنبي مدينة أبو طيب متنبي مدينة أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم شو نفهم ذي محسوبة يقرأ أذرغال يتوالي شو كتبغ وانا عزيان يسلا شو ذقارغ مثل المحال شو كيو انا كلمتن اذر غلو يتوالي يرى اعزور يسلا را ميكيناي عن قوة اللغة ينس يعني قوة الشعر ينس وكيف غادي يعني يبغى غادي يشكر ايمان ينس دغاني داولا يعني استهلا شعرا ني وانت سمحكا وانت ما جاوتيس سمي سخدمني وتنتذيان تاكني يفاقسني يتيري سيرة القصيدة من أروع قصائد ينس تساقي سيف الدول الحمداني في مجلسه وكذا الميس أنا مملء جفوني عن شواردها ويصهر الخلق جراها ويختصمي أولا قيل لا يمكن أن يفهم من في ما شو يقصد لا يمكن بدي هذا الخلق لكن الشعراء أني الشعراء الوشات الحساد في قارن كانت الصادين الشعر في فهم الذيوان أنا عميه أتسعوز ما تسمنقشم باش تفهم ما شو الهضرة من كيني أنا ممل أجفوني عن شواردها ويصهر الخلق جراها ويختصم صافي لانت الكنايات ذا شو دي قصد وردوا لغة الأصول مسألة الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى يبغى ديني ذا الكناية هل ترى هي حقيقة ولا مجاز بعد شو ديننا في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة المعنى إذا كان لازم المعنى فهي الحقيقة الكناية تعبر عن الحقيقة فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز روح كان سلاق السيني غاب بن سبكين كوين ذي القبائل صافي روح كانس العقل باش نسفه ذا نكون نساء القبائلي هضر من لغة يقيا نسائي بالمعطي ذا قبائلي أنا عمي بالمعطي ذا قبائلي يخذ بيثا عرب سين وخذ مروا عربا سمحت الإخوة يعني كنا قلاضين سلمني عادي سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل قبائل ماشي القبائلة ايه وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات الآية 13. عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. من بعد يروح مسألة التعريض. التعريض هذا شيء ما يستعرض عكس التصريح. طبعا كنت في سؤال فقهي، هل يجوز أن يخطب الرجل زوجة امرأة مطلقة في عدة الطلاق الرجعي؟ لا 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 يجوز، لا بالتعريض ولا بالتصريح. يون يسلث مطلق تفرغ طلاق الرجعي وحتى يخطب، لا يجوز لا بالتصريح ولا بالتلميح. يميل لا ثمتص يموث برقزيس. هل يجوز تخضب وايض مرثي ذي العدة؟ شحال عدة المرأة المطلقة المتوفى على زوجها؟ ما شاء الله يتربصها بأنفسهن 14. هل يجوز تخضب؟ يجوز تعريضا، لا يجوز تصريحا، إلا ما عرضتم به من خطبة النساء. المعنى يسيون ما يسلى نصيب تمطو في موث ورقازيس، يجوز أتيخضب ذي العدة بالتلميح بالتعريض، ماشي بالتصريح. ما شاذي روح الباب أساسيني الفلاني يكون يعظم ربي لا جار وفي الخضار يموثو ضقاليك أبوسي غدا الخضب غيليك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. لا لا وكي شبيه هذا الإنسان، يسد ذي عزين ويسد ذي خضر. مي ربي غدي خلقا غدي قار معليش حذق ثكانة، يجوز تخضب الطم الطوث يمو يموت ورقازيس ماشي ديريكت بالتلميح. هازي غوك حرش الديون أمشي راه تيخضب بالتلميح استقبال برتي قرينو سجل صحمي. يلا مثلا بارك الله فيك، قالت سو الظرف في سنت مطوثني اذي رحم ربي ثيم زورا يسعد تنقورا. مساج رسي صديق موضع مغارني ما كيف ما موسينا ثقبي ذا بيبري دا وزارك شغل استقاد رحم ربي ثيم زورا، يعني رقزك يمثل رحم ربي وذي سعد تنقورا. المعنى يسد يسون خضاب أجديد ثقي الصيغة أرنثيد أمي هذا استقبالي أصدق الفربي عن قريب. بارك الله فيك تفهم من رسالة وتيخذي برا وزعب ثلاث فلاسة يخذبس بطريقة التعريض هاكي هل هو حقيقة ولا مجاز؟ ذا شو غدينا تجد السبكي. والتعريض لفظ واستعمل في معناه ليلوح بغيره. تلويح اشو الدقار فهو حقيقة أبدا. هذا الذي انتصر عليه تجد الدين السبكي خلافا لبعض اللغويين بلا ماشي بعض التفاصيل كما اللي خطر دي قيمة رطاس ثورا بعد بضر الحاجة اللي هي أغدي السمسلي في الحروف معاني الحروف تجي صعبة جدا إذا عرفت. صبروا معايا كنت فجأة مثال إن ضربي القرآن الكريم وامسحوا برؤوسكم با البذل حرف نغلا أشحال معنيك ساعة يلا عاونتي با حرف خطر المسألة يا شوف أغدي تمسلاي تجدين سبكي في الحروف شي قال لنا الحروف يسعى المعاني المعاني حروف ماشي كان كلمة الحروف تجي تسعى المعاني لو كنت تقبلي في كل من فغنزوخ خمشي نقار هما إلا نزوخ يا نستاهل تقبلي أكين الغاشي تربي مزيك سين حروف هما سوق اسمي يروح هما أقلاغات ولا ما شغي هناك أقلاغ سفري أغص ربي كان دايا هما يجي المعنيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى كنتم خير أمة
أخرجت الناس تأمرنا بالمعروف وتنهونا عن المنكر وتؤمنون بالله، ولكن كل آيه استقبلي ثم هما في كل الحرف في كل إشارة يخيقر استقبالي الفلاني فهم ستيمي ماشي سيمي، يعني اللبيب بالإشارة يفهم ستيمي زر كان بكخان في كرة الصعود يلي احنا كذا ستيمي كانت فهم لنوياض جرب مثل جرب مثل ستيمي يا حاصل. يلا هاد النغة الحروف حرف الباء وامسحوا برؤوسكم ربي دينك الباقي شو المعنى يس المعنى مزوارو التبعيض المعنى والسين ما دين ظلبا بالتبعيض معنى بعض الرأس يجزي ستادير مثل روح الساغ اللوضو إما يليون يخدم كانك يجوز نور يجوز يجوز مش عند الملك عند غيره شكري مثلا بعض الرأس يجزي نغم ذا سليمة شفام شفام بلا شك وكني حرز ربي مثولا غيون يخدم كانك وسقر ثغلظ يزمر بالك نكونوا نسينا لذلك الباء التبعيض وقال المعنى الأول المعنى الثاني ال يلصاق ما تخذ مكانك عند الصدف وسيجن ذا لصق يجوز صافي المعنى والسين الباء الإلصاق المعنى والثلاثة اللان 15 المعنى في قلنا إيه الباء شفا ميم الدنيا غسني في الأمر نكون يمون سينار الأصل وسينار تعرف القرآن السنة أن سفري الغشي سيسن سفري سينار ربي أمر يا ولدي سلا عقل الرسول أمر صلى الله عليه وسلم سلا عقلي الأمر دائما يفيد الوجوب لا لا 16 معنى ساعة أليس كذلك وسيأتي البيان 16 معنى إيه البياقي الباء المعنى إما التبعيض إما الإلصاق إما التوكيد إما المقاربة إما كذا إما 13 أكثر من 13 حوالي 15 معنى إكساع أنا وذر غرص هيد نشرح أنا عميه صافي الحروف أغدقار ماشي ذي لعيب إلا قتل السين معي الحروف يفغى غي صغارة في رحمة ربي يلا هنفذ ثورة فنفذ ما شاوت أكثر حوالي 27 حرف يغدي يبي ذاقي إذ حرف إذن سنون إذن سل آلف مخالفناك كي فا فاون ثم واون أو بل في قدر يبغى دي قارب أثنتسين يوثيوث إذا إن هذا الحروف نسيب بغد 27 حرفين إن شاء الله أحدها إذن إزوال حرف مزورو إذن إذن سنونة إذن سنون قال سيبويه هذا قد اللغة هذا يرسى حدا البوال سيبويه هكي ذا شوث هو إمام النحاة ذي الإمام ذي النحو إذا عرفت من الميموث ما شاسب بسي عدال إموث 180 للهجرة قل كان يمزورا يخدم تعرف اللغة العربية بغاو ندير الدرس نعدان الكتاب ينس الكتاب لسيبويه ابن جني بوثيت ابن جني دي سميسي ذا واليس ابن جني خصائص صفان ولا اشي قار الكلمة كي تجدين سبكي ولكن تعرف في قار ماشي ذنك هذا غلغل ولكن الاكسبير دي تعرف انا ويذ الاكسبير سيبويه يعني هو منهم إلى الفراء اللي اعتصل العلماء قال له مسيبويها سوى زاليس أحدها إذن إذنكي قال سيبويه للجواب والجزاء كلمة حرف إذنكي ذا شو المعنى يسي تعرف المعنى يس الجواب والجزاء أخير مثلا ميلا ثروح ضد الجامع عن الشيخ الحداد
إذن كي حرز ربي سهاد لاجر زرا شادين في الاخر. اذا داكي ذيك مع الجواب ما فروح ضد صافي نصرف الجواب الا داخل يصدغ الجزاء نغسل ضميك نغير ليك ما تربح سي زيام اشترى كادو السني ضيون داكي سيليباتير ما تجوج الله يفكر ثوسا فماش ما استوسا شو ما يستوسا توسع أكيد سميث زيك سميث لا توسع أش كيس ثورثو غرد ذي الكيسان سيرفيس الكيسان سبورسان السوفري هذه جوجي وناس نشارتها خامس ذي الكيسان سوكا سوكا ذي جوجل فكتا سيدري من استكثر توسع وغلرت قبيلي أن وغلرت قبيلي تنسل في قرينا زعما نجات قبيلي تقرأ السوفري نغالا زيك قرن في كاس ثوسة 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 في كاس يدريم زيك تاكل 100 دورو تاكل الفرك معليش المهم دي دريم من بعد نسد يغا شو يبغى ثورا نروح سمحت لي التجار يزوزون كيسانة سقاط راه خدمة كونتر مولا والو المعاون كان خاطر الخمس مشكلة فخم فاتي تشرف الكيسان من بعد مشى يخدم اللي كم مشى يخدم هذه في الدوثة حانوس نغادي يخدموا جهة الكوميرس نغادي هذه ماركي فينا هذه تراجو وقال يشد في كانك دوثنا باسنجر نشي من بعد في كل خدمين كاميرا الفلاني يفكاد سيرفيس لاتاي ماركي سي سميث ماركي في كل تسمى ماركي كاميرا اكيد جبدة لو كان نصير في كل السيرفيس القهوي كيني جامي في كل السيرفيس بوامان يرنا تروازيام شوا نوغال نسمح لك الشميكه اللي كرينو يا لطيف ما نقيمي ثقبالي لا باس ثاوسا سلثي مليح سمحتي لي ثماثن ما راسي ما تجوج ثعر الضغط اكيد نفك ثاوسا ذيك الجواب ذيك الجزاء اليس كذلك ما تربح هذا البوان اش نفك كذا وكذا ما تربح فهمت سيبوها كي ديقار ديقار اذا للجواب والجزاء إفراد سيدة كمل وهو إمام النحاة كما قلنا قال الشلوبين الشلوبين كي إمام النحاة في الأندلس أنا عميه أما كديني إمام النحاة ذي قبيلي ذي تعرفت أنت قبيلي ابن معطي ذي الأندلس أندلس كي لو كانت زرمة شو العلمي قلان دي الأندلس شو العلماء قلان ذي العجف ولكن تقول ثوال ثوال إسبانيا أنا عمي ثوال الإسبان تقول أين ولا ذي اسمي سيروح إموث مخلوقي وهو إمام النحاة يلقب بإمام النحاة الأندلس إمام النحاة المغرب توفي سنة 645 للهجرة صافي سيبويه نزار شو ديننا ذا شو دينا الشلوبين كينو الشلوبين ادي قار قال الشلوبين دائما ان كان دائما هكذا قال تجري السبكي معنى دي قار يوفق ذا شو دينا سيبويه ذا شو يكونفيرم يقار دائما اكيد دكولا للجواب والجزاء اجتمع امامان العلماء مقارنة اسم قدرنا قال الشلوبين وقوه إمام كما قلت النحاة في الأندلس قال الشلوبين دائما للجزاء و للجواب والجزاء وقال الفارسي الفارسي يقضي العالم النظام اسمه أبو علي الفارسي وقيثورة الأقطابية تمسلين لبول ذي تعرف نا خاطي يخلف في ثمتة يخلف رايقي ويستينا سيقار غالبا يعني في الغالب إذا تريد للجواب والجزاء في الغالب ولكن إلا وندا لا تريد للأمرين معا هذا هو المقصود يبيض الحرف ويستين إن
ذا شو معنى يس إنك يناد تجدين سبكي إن للشرط إن مثخم ذكا إن فعلت كذا إن ذا الشرط نغلا إن الشرط ذا الصح ذا الشرط سعى المعنى مزور الشرط كما يكون دينيغ في الباب مازال دور دور الغرصة الباب باش يكون دينيغ سعى أكثر من 13 أكثر من 13 المعنى ثورق لا يبيد الحروف يونيون إن إنك للشرط ربي ند إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف تجد في سورة الأنفال الآية 38 نكمل بعد الأذان إن شاء الله الثاني إن المعنى مزور إن الشرط للشرط لقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف في سورة الأنفال الآية 38 يسعى المعنى النظم إن النفي كما في قوله تعالى إن أردنا إلى الحسنى تجد في سورة التوبة الآية 107 إن أردنا إلى الحسنى معنى نفي ما يخالف الحسنى سوى الخير إن أردنا إلى الحسنى إلى ديك أحيانا سوى الزيادة كلام تجدين سبك أحيانا إن للزيادة موضوع إنكي إن شاء الله سيأتي أيضا بيانها في وقت لاحق باش نفهم فيك والتريد للزيادة فعلا تريد للزيادة زاد اكسيت نغجيت المعنى هو هو إن زيد قائم يعني يستكن ذلك أمثلة معنى إن زيد قائم ماشي الشرط إن زيد قائم ماشي ما يفدد ماشي ما كانش لا ما عندها لا شرط ولا نفي ولا إزمر الثالث يبوي غد أو حرف أو 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 أجي يسعى معنى للشك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم سورة الكهف الآية 19 إيه مدنا أصحاب الكهف قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ذاكي أو ذا شو المعنى يس الشك يا أخي فهمت الشك ماشي التخيير هذا شو التخيير واش تخير ولاش خاطر التخيير بين أمرين تختار ونغوى صافي المعنى يس الشك إزمر الدس أو للإبهام أش المعنى يس الإبهام أتانا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا سورة يونس الآية 24 لا شو تفهم من ذي لا لا مقلو كل مفسرين أكو سلفا وخلفا إنك ذكي أو تفيد الإبهام والإبهام مقصود أنا عمي هاتي دين استقبالي أدفكر المعنى استقبالي إيه أدي سسد الموث في نصحان أو ونصحارة وين يالي تسد الموت ذكرت تسد القواس أو ذا شو المعنى التخير ذاكي الإبهام والإبهام مقصود بلي عاسماني كان عاسمانا الموت قرفاك وقال المعنى إيش قبيلي تقرب روين الصحان تقرب روين إهلكان تقرب روين مزيان روين مقران تقرفاك تسد ذكرت تسد القواس ربي مدينا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا لا يقصد هنا التخيير لا المراد بأو هنا في اللغة الإبهام ولكن الإبهام مقصود إيه معنى ربي يزمر ديفك العقوبة ينس يزمر تديفك ذقيل يزمر تديفك ذقواس يمي تجاه غامضة سترمي ثفلو ينصح التعبير يعني بلي يزمر وقيل معنى يس أم الموت نكفر فر إفريس ربي سبحانه قصدا هذا ليلة القدر والسنة تعدى ونزرارة نبي عصة والسنة دي قال التلميسوها في العشر الأواخر من رمضان في رواية في الوتر
ودينا راه 21 21 23 25 27 29 بلا من يضيق هو الفقهاء في الموضوع. إذن ذاك اجتهد، المقصود الاجتهاد كونها أخفيت المقصود ما هو الاجتهاد. ساعة الإجابة قوس الجمعة سيد الجمعة هذا كيف كيف المقصود ينس يميث إفريت ربي سبحانه باش نجتهد في الدعاء وهكذا. إن دو التخيير المعنوي الثلاثة تخيير إما للشك سلام الآية، إما للإبهام سلام الآية، إما للتخيير وديو الآية كفارة اليمين سلمتيك يقول ما يقول يحنف يلا أشو تقول كفار ينس فكفارته إطعام 10 مساكين هذه الشعشرة يهليل نكات تفضي لكني وين يحنثنا ذي يزم 3 أيام أشو كيف بنا 3 أيام ستسوي غلغ الآية. أنت دوس الآية قبل المناسبة سورة المائدة 89 صحيح تسدي سورة المائدة الآية 89 أقرأ بصوت فكفارته يطعم 10 مساكين أو في التخير كسوتهم أو تحير الرقبة كمل فمن لم يجد ونون زميرة غادي الشعشرة يهليلة غاثني السالس يحر الرقبة كذا فصيام حتى أيام هذه توصل 3 أيام صافي 33 زورة للتخير نغلا أو إذن للتخير صافي المعنى الأول للشك المعنى الثاني للإبهام والإبهام مقصود كما في الآية ذكرناها المعنى الثالث للتخير إلى المعنى وايض ومطلق الجمع مثلا مدينة ربي سبحانه لا ولا تطع منهما منهم آثما أو هنا تفيد مطلق الجمع تفعل فعل الواو كقولنا مثلا جاء محمد وعمر الواو هنا لا تفيد الترتيب ولا الفورية تفيد مطلق الجمع وسيأتي البيان الواو تفيد مطلق الجمع إما ردين ثم هي حرف عطف المعطوفات حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي إيفا فتفيد الترتيب مع الفورية بارك الله فيك ربي أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره الآية قد جفضك والأحكام الشرعية ثم عين الحرف كيف هي مهمة تجد الدين السبكي في الذي يعفو يرحم وفق في هذه المسائل أغدي قار معاني الحروف اللي غاوند الباكان أكثر من 13 معنى هاتان حروف العطف واو تفيد مطلق الجمع ميم الدين ربي سبحانه اركعوا وسجدوا ياخي الركوع لم زوارو هل هو تفيد الترتيب لا من أين أخذنا معنى الترتيب من السنة صلوا كما رأيت من هو صلي تبعوا مليح قد يرد حرف الواو في القرآن أو في السنة وهو يفيد أساسا مطلق الجمع ولكن من أين نفهم الترتيب والتعقيب من السنة والتكامل بين القرآن والسنة معروف كما تعلمون إذن ومطلق الجمع صفي أو تفيد مطلق الجمع سلام الآية والتقسيم تقسيمات أو أصوات يوم ذي زنستفركا يا أخي نزن زي 200 مترا بوكي لا شاستين يض تفغي الطفركا يجي أو استقبالي في النغ نغ يا أخي في النغ إذا أو نغ تاقي نغ تاقي صافي تختار أنت ميت تختار يضبرق الروس لذلك هذه الفقه اللي هم يقارن بخيارات الأعيان دو كنت العلومة برمي خيارات الأعيان خيار اسمس خيار التعيين ميلا فيفك النيغوسي أكذيون أذيغ تفركة سي 3 فركيوين يموث قبل ذي اختير ميقموث فيفك ينسرجو
ويتحتي مرتا فركيت فغير اذخثير اماكن فافا يسعى لي شوا تروا شوا ولا ذنكيني لي تروا شوا ورث خثنيت سي كراف مي مهم شو الدنيا يزمل تسوك الخضا اشيني ويكاند لا لا الناس الشرع كي ديننا خيارات الاعيان الى خيار التعيين الى خيار الوصف المرغوب فيه اسين ضفافين ثافركا يصلح لي تجاره ميك مثابك يكتب ثافركا تنزدوخ الناس حوايج غير اخيال تنزدوخ سعر تنزدوخ ماشي ثافركا يصلح لي الفلاح لا لا ثافركا يصلح لي تجاره حاضر تسوكي الخوض تجي قنص خيارات الاعيان خيار العيب طاس تفاصيل ديال الفقه دقيقة جدا اسمي سنت خيارات الأعيان ولد كان الأصول وكذا الفقه أمك الدكون يلا إذن والتخيير النات ومطلق الجمع والتقسيم وبمعنى إلى إيه مازال معنى ويض يعني أو يفيد معنى إلى يفيد معنى آخر اللي هو والإضراب الإضراب شو دينا يزرعوا ثم فهمارا إذا غير في كيغ داني كزومبي خاطر ميكيغ الإضراب شو فهم سين الإضراب في كيد الآية سير أدي سفهمنا شو دنيا وثادي القرآن يلا السؤال مطروح للجميع أتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل ما معنى بل ذاكي تعرف للإضراب شي قالوا قاذي موثني وذمر ربي الشهداء وثنثبتنا بلي موثنا بل الإضراب على المعنى الأول بل أحياء عند ربهم يرزقون بعد يفكر ضربي في ذرة سن فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل إعرابها للإضراب ذا شو غدينا ذاك تجدين سبكي أغدي قار أو أني أو قد تفيد معنى الإضراب بعد شو غدينا كبل يفكرد ينفاذر يفكرد المعنى دي قار كبل معنى بل تفيد الإضراب أتوقف هنا خطر مازال حروف النظام والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.